السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الطبيعي أن يسعى الاحتلال لمنع الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، ولكن المؤسف أن تتماهى وزارة الأوقاف الأردنية معه، وأن تصدر قرارها بمنع المعتكفين، وأن تطلب منهم مغادرة المسجد. المقدسيون المرابطون لا يخشون أحدا إلا الله، أكثر من 160 منهم باشروا من أمس اعتكافا يكسر به كل قيود السلطات المعنية، ويحافظون فيه على التواجد داخل المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لخطر التهويد، خطر التقسيم الزماني والمكاني، خطر الاقتحام. تخيلوا في اللحظة التي يصدر فيها كلام وتصريح عن مسؤولين متدينين صهاينة يدعون فيه لاقتحام الأقصى، تخرج أوراق رسمية من وزارات الأوقاف والمسؤولين لدينا يطلبون من الناس أن يغادروا من الأقصى وأن لا يعتكفوا في الأقصى. أي منطق هذا؟ نريد أن نعالج هذا الأمر ونناقشه ونشرح أبعاده الشرعية بين يدي استقبال أسئلتكم الفقهية مع فضيلة الدكتور الشيخ إحسان حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. حياكم الله فضيلة الشيخ ومرحبا بكم. حياك الله، أهلا بك وسهلا بإخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان ومرحبا بك. ما أهمية الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك مع أن السنة أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. حييك أخي الحبيب أستاذ عدنان، وحيي إخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جلت قدرته أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمارنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل في علاه في هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن في مستهل الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، أن يرد إلينا مسجدنا الأقصى، وأن يرد عنه كيد الكائدين واستعمار المستعمرين والمخربين، وأن يحفظه لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا سيدي، الاعتكاف سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان تارة في العشر الأول، تارة في العشر الأواسط، تارة في العشر الأواخر. وإذا كان الاعتكاف في العشر الأواخر سنة مؤكدة، لكنه فيما عدا ذلك من رمضان فإنه عند جمهور العلماء مستحب. الاعتكاف مستحب يا سيدي في رمضان، وإذا ارتبط الاعتكاف بالحفاظ على المسجد الأقصى فإنه يأخذ مكانة المسجد الأقصى نفسها. المسجد الأقصى اللي هو يعني أولى القبلتين وثاني الحرمين وجودا على ظهر الأرض، وثالث المساجد في الأجر في شد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، والصلاة فيه مضاعفة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المسجد الحرام بمئة ألف، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة أو ألف كما في رواية أخرى. الشاهد يا سيدي أن هذا المسجد الآن يعني الاحتلال محيط به إحاطة الإسورة كما يقولون بالمعصم، والاحتلال يبيت له في كل ليلة كما حصل في الخليل، وما حدث فيها من مآس وتقسيم المسجد هناك، فهو الاحتلال أضعف الإيمان هو يريد ذلك، وإن كان هو يريد أصلا هدم المسجد الأقصى كله بدليل الحفريات التي يحفرها في كل يوم تحت الأرض تحت المسجد الأقصى، ومع أنه لم يجد شيئا بل بالعكس وجد ما يخيب ظنه ويخيب آماله، لكن مع ذلك لا زال بسلطانه العسكري. وللأسف المسلمون يعني في سبات وفي نوم، أعني المسلمون خارج الأقصى،
وإلا فإن المسلمين في فلسطين وفي الأقصى أعانهم الله وقواهم، هم يدافعون عن الأقصى بصدورهم العارية، ليس معهم لا رشاش وليس معهم قنبلة وليس معهم مدرعة ولا طائرة، إنما كل أسلحتهم أن يأتوا إلى المسجد وأن يبيتوا فيه وأن يفدوه بصدورهم. والاحتلال يحاول بكل ما أوتي، ليس من اليوم إنما من قديم، يحاول منذ أن احتل المسجد وخطط مخططاته، الاحتلال يحاول أن يفرغ المسجد من المصلين، أن يفرغ المسجد من الناس، حتى يأتي مؤامرته على غير يعني أعين من أحد. ولكن بارك الله في المقدسيين وفي من عاونهم من الذين يذهبون لي يعتكفوا هناك ويقيموا، بل إن الإخوة كانوا يذهبون حتى في غير رمضان، يعني عندما يروا هناك خطورة على المسجد الأقصى يذهبوا في غير رمضان ويبقوا هناك ليل نهار. المسائر يعني الطيبة التي كانت تسير في كل يوم يعني لصلاة الفجر يعني وهكذا، إذا جاء رمضان فإن الاعتكاف يتأكد يا سيدي، لأنه سنة عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع المسلم أن يعتكف لا في أول رمضان ولا في وسط رمضان ولا في آخره. الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المساجد في خارج الأقصى فيها اعتكافات، وإحنا في أوروبا المساجد بتحاول أن تنظم أوقاتها حسب ظروفها لوجود الاعتكاف، لكن المساجد يعني الرئيسة والمساجد الكبيرة والمساجد التي يعني في بلاد الإسلام وفي فلسطين هذه أولى أن يكون الاعتكاف فيها يا سيدي، إحياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمك الله. طيب الآن رئيس هيئة علماء فلسطين الشيخ نواف التكروري دعا إلى وجوب الاعتكاف في الأقصى، مع ذلك هنالك قرارات رسمية عن الجهات المعنية بالإشراف على الأقصى تطلب من الناس عدم الاعتكاف أو ترفض فكرة الاعتكاف المبكر، ما الرأي الذي تتبناه حضرتك؟ هذا رأيي الشخصي الذي أتبناه وليس رأي المؤسسة التي أنتمي إليها أو أي شيء، الرأي الشخصي الذي أحبه أتمناه، ولو كنت موجودا هناك ما التزمت بأي قرار من هذه القرارات ولا اعتكفت. يعني لو كنت خارج الأقصى عندي مبرر لأن ألتزم بالقرار، لو كنت خارج الأقصى، علشان بس يبقى كلامي واضح، لو أنا خارج الأقصى وجاء المسؤول وقال يا جماعة احنا الاعتكاف سيكون في العشر الأواخر ستفتح الأبواب، أقول لهم مرحبا ليس عندي مشكلة، يعني ما هيش قضية كبيرة أختلف فيها مع الحاكم أو مع ولي الأمر أو مع المسؤول. أما في بلد يقينا أن الاعتكاف يدبر المؤامرات للأقصى، يقينا أن الاعتكاف لا يريد للأقصى أن تكون له مئذنة ولا حائط ولا محراب، ثم يقال بعد ذلك من الاحتلال لا يريد، نعم إلينا. نعم الاحتلال لا يريد للأقصى، نعم الاحتلال لا يريد للأقصى أن تكون له مئذنة ولا أن تكون له قبلة ولا محراب ولا جدار، هو يريد أن يحوله كله إلى حائط مبكى وإلى كنيسات، ثم يأتي من بني جلدتنا من يحمل اسمنا ويزعم أنه على ديننا ويقول لا، هو يفسح المجال للمعتدي. أنا آسف لو قلت هو يتآمر على الأقصى مع المعتدي من حيث لا يدري أو يدري، إن كنت لا تدري يا من أصدرت الأمر فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
ده نحن بنناشد أهل فلسطين جميعا، كل من يستطيع أن يشد الرحال إلى المسجد الأقصى فليفعل، وله من الله الأجر والثواب العظيم، وبدفاعه عن الأقصى يدفع الله عنه كل بلايا بإذن الله. ونناشد أهلنا المسلمين في خارج الأقصى أن يدعموهم بالمال وبما يستطيعوا، حتى يستطيعوا يعني أن 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 أن, أن يقدموا الدعم المادي، وإن لم يستطيعوا فالدعاء، الدعاء في هذه الأيام الطيبة وخاصة عند الإفطار، الدعاء هو ما أعظم ما يملكه العبد ليصل إلى مراده بعد الأخذ بالأسباب. فيا إخواني ويا أخواتي، عليكم يا أهل الأقصى، يا أهل الداخل، يا من تستطيع أن تصل إلى الأقصى، لا تتركوه وحيدا، لا تتركوه وحيدا تنهشه الذئاب، لا تتركوه وحيدا يسكت، وإلا فالحساب عسير، والله الحساب عسير. ولا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله أن أقول إذا سقط الأقصى فإن بني صهيون هم يدبرون للمساجد الأخرى من بعدي، يدبرون لمسجد سيدنا رسول الله في المدينة وللمسجد الحرام في مكة، هم لا يكتفوا بما يريدون أبداً، وخرائطهم القديمة واضحة والحديثة الموجودة يعني يخفونها حيناً ويظهرونها أحياناً، ورأينا كيف يعني أن الخرائط الواضحة عندهم لا تعني فقط ما أخذوه عنوة قبل 67، لا، إنما هي تعني كل ما في عقولهم تحت أو بين قوسين ما تسمى بأرض التوراة عندهم. نعم، كرمك الله. طيب، إذن هذا هو الحديث بشأن المسجد الأقصى المبارك، وهو حديث الساعة، وهو حديث تأكيد الدور وتأكيد الأهمية. ونعيد ونذكر أن الاعتكاف قائم في الأقصى، وأن فضيلة الشيخ يدعو للمعتكفين المرابطين في الأقصى الذين يحافظون على هويته ويمنعون خطط تهويده أو تقسيمه، ويشد على أيديهم ويرفض قيام أي جهات رسمية أو غير رسمية بثني المقدسيين المرابطين عن هذا الحق أو منعهم عن هذا الاعتكاف. فإن كان الاعتكاف سنة في أي مسجد في رمضان فهو مطلوب بشكل آكد في المسجد الأقصى المبارك في رمضان وفي غير رمضان، فما بالك في رمضان؟ ضروري أن نكون أكثر، خصوصا مع وجود مواد مسجلة مسموعة ومرئية ووثائق رسمية تؤكد دعاوى الاحتلال لتجديد الاقتحام للأقصى وبعناصر أكبر وبحضور أكثر. فلذلك لابد من تواجد المقدسيين للدفاع عن مقدسهم بالطرق التي كفلتها لهم القوانين والمواثيق الدولية. متابعة، إذا في إضافة شيخ تفضل. لا، وجزاك الله خيرا، لكني أنا أحب أن أؤكد، بس أحب أن أؤكد، لا أحد يملك أن يمنع الدفاع عن الأقصى، لا أحد على وجه الأرض، أن أقولها صراحة وأتحملها بين يدي الله وفي الدنيا، لا أحد من البشر على وجه الأرض يملك إزاحة الناس أو منع الناس من الدفاع عن الأقصى. الأقصى هو الروح، هو الحياة، نموت جميعا ويبقى الأقصى شامخا. كم من أسلافنا استشهدوا حول عتبات المسجد الأقصى فداء لبيت الله عز وجل، المسجد الأقصى. وإذا سقط المسجد الأقصى لن تبقى هذه العروش. هؤلاء الذين يحاولون أن يرضوا هؤلاء الصهاينة المعتدين إبقاء على عروشهم
أوقاء على مناصبهم، أوقاء على هليعات من المال يتقاضونها، والله لو سقط الأقصى لن يبقى لهم شيء. وأول من تزال هذه العروش، أول من تزال هذه العروش، لأن هؤلاء أطماعهم لا تكتفي ولا تقف عند جذر المسجد الأقصى. فاتقوا الله عباد الله، ونحن في رمضان، ولا تفسدوا على الناس صيامهم، ولا تجعلوا فتنا تقوم يعني وهي نائمة. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. دعوا الناس يعني والصهاينة، دعوا الناس والمحتلين، تأتوا أنتم أيضا لتقفوا مع المحتل في وجه المعتكفين. أبالله هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، أو يرضي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا رب. فضيلة الشيخ، المجال مفتوح بعد إذنك لمشاهدين الكرام في كل مكان للتوجه بأسئلتهم الفقهية، سواء على الأرقام الظاهرة على الشاشة أو بالرسائل القصيرة على الواتساب أو بالبريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج. وهنالك عدد من الرسائل التي جاءت بالبريد الإلكتروني، ممكن أن نبدأ بها بين يدي استقبال اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على الواتساب، إلا أن محمود من العراق صار داخل على الخط. خلينا نأخذ محمود. تفضل يا محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ترفع الصوت قليلا ومرحبا بك. نعم. سؤال لفضيلة الشيخ، إذا عندي مال أقدم لمنظمة خيرية، ما هو أجر الكبير فيه؟ أن تقدم لمنظمة خيرية لمساعدة الفقراء. نعم. شباب ساعدوني بسماع الصوت، أنا مش الصوت مش واضح عندي. أقول لو كان عندي مال، لو كان عندك مال أقدم لمنظمة خيرية يقدم للفقراء، ما هو أجر الكبير في هذا؟ أنا سمعت. تمام، حاضر إن شاء الله. إذا نتحدث عن فضل الصدقة وأجر الصدقة التي تقدم عبر المؤسسات التي تعمل على هذا المشروع أو على هذا الأمر شيخنا. طيب، أنا بس أريد من الأخ الكريم أن يتأكد أن هذه المؤسسة هي مؤسسة مسجلة ومؤسسة تعمل في الأجواء وفي الأماكن التي تعلن عنها. هذا أهم شيء عندي الحقيقة، يستوثق بس، والاستيثاق أمر سهل من أهل الخبرة ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل المعرفة بهذا الأمر، وأن يكون القائمون على هذه المؤسسة مشهود لهم بالصلاح ومشهود لهم بالخير والتقى والخوف من الله جل وعلا. إذا ثبت هذا فإن لا شك الأموال التي يقدمها المسلم لهذه المؤسسات من أجل إطعام الفقير أو علاج المريض أو تعليم المحتاج الطالب، أو من أجل يعني بناء بيت للمشردين الذين لا مأوى لهم، أو من أجل الدفاع يعني عن الأقصى، يعني دعم أهلينا في داخل القدس ماديا، كل ما ينفقه العبد في سبيل الله لا شك أجره عند الله عز وجل كبير. يعني إذا كان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وإذا كان الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، فإنه مما لا شك فيه أن الصدقة في رمضان مضاعفة، وأن أجرها كأجر الفريضة فيما سوى رمضان، كأنه أدى فريضة. الذي يؤدي صدقة في رمضان كأنه أدى فريضة فيما سوى رمضان، فما بالكم هذه الفريضة عندما تكون في هذه الأيام الطيبة المباركة من الشهر العظيم. كرمك الله. سمية من فرنسا تسأل عن حكم قراءة القرآن أثناء فترة الحيض. لا ضير عليها أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض إذا كانت تحفظه عن ظهر قلب، فهي ليس بحاجة إلى مصحف،
فإن لم تكن فبإمكانها إذا يعني أن تنزل الآب على التليفون مثلا، أي المصاحف التي تقرأ فيها موجودة الآن متوفرة الحمد لله على الآب، بإمكانها أن تنزلها على التليفون وأن تقرأ من التليفون، ولا حرج في ذلك، ولا تحتاج إلى 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 أي حاجة، تقرأ من التليفون أو تقرأ عن ظهر قلب. وإذا اضطرت إلى أن تمسك مصحفا فإما أن يكون عبر جوانتي يعني تلبسه في يد، أو عبر أي شيء قلم أو حاجة تحرك به عبر حائل يعني. نعم عبر حائل. نعم. أم سارة من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. من فضلك لي سؤالين. تفضل يا أم سارة. السؤال الأول وهو يتعلق بابنتي، كنت قد سألت عن الفدية لما كانت حامل ولم تصم، فهي هذه السنة كانت ترضع ولم تكمل الصيام، فرد يعني قضت 15 يوما ولا زال لها 15 يوما، وكما قال لي الشيخ أن تفدي في السنة المقبلة إن شاء الله بعد رمضان، فهل هذه الفدية هي تريد أن تخرجها الآن في رمضان قبل أن تصوم، فهل هذا جائز أم لا؟ واضح السؤال شيخنا؟ أي نعم. نعم. سؤال ثاني، هناك صديقتها عندها، هي متزوجة ودائما عندها مشاكل مع زوجها وعندها 4 أطفال، وهي يعني دخلت في الإسلام، والآن تريد أن تشتري سيارة، إن كانت عندها سيارة فأخذها منها زوجها، وهي لا تعمل يعني تعيش بما تعطيها الدولة من إعانات، ولها 4 أطفال، وهي تسكن خارج المدينة، يعني المدينة نسكن هي خارج عن المدينة ب20 كيلومتر، ويعني ضروري لها السيارة لأن كي تذهب للسوق تذهب لأي حاجة لازم لها سيارة، فهي تسأل هل ممكن أن تأخذ تشتري سيارة بقرض ربوي؟ تمام. طب ليش قرض ربوي؟ ليش ما تشتري السيارة بالأقساط عن طريق الشركة التي تبيع السيارات أو الشركات التي تقدم هذه الخدمة؟ للأسف الشديد عندنا في فرنسا لا يوجد هذا، إما تشتري بقرض رباوي، وإما الآن موجود عندنا بنك إسلامي، أنا كنت فاتحة فيه حساب، لكن هو مجرد فرع من البنك ولا يعطي سلف، يعني أنت تنزل. إحنا ليش السلف يا أستاذة أختي؟ نعم. فرنسا زيها زي أي بلد أوروبي، في سعر عند شركات بيع السيارات، في سعر لبيع السيارة كاش، وفي سعر أعلى لبيع السيارة بالأقساط. نعم. طيب هذا ما له علاقة بالبنك. لا لا لا، إحنا ليس البنك، ولكن هي إحنا هنا في فرنسا لما تريد تشتري سيارة تذهب إلى بيع السيارات، ولا بد أن تتحول هناك دخل ثالث الذي يعطي القرض، يعني أنت تقدم هو يوجد لك تعمل الأوراق وكل شيء، دائما هناك طرف ثالث بين ماشي بين الطرف الثالث. كويس. الطرف الثالث شركات بتعنى أنها تحفظ الحقوق عشان تلحق الناس يسددوا، هل الطرف الثالث يعطي هذه السيدة أموالا بيدها فتأخذها، أم أنه يدفع مباشرة إلى معرض السيارات؟ لا، هو يعطي مباشرة لبيع السيارة. إذا لا يعطيها هي المال، لكن هي شركات تسهل عملية، لأنه هم كمعرض سيارات لا يستطيع أن يضمن إنه هذا يسدد ولا هذا لا يسدد، فيحتاج إلى جهة تقوم بإجراءات التحقق وإجراءات التثبت وإجراءات التأكد، وطبعا تطلب مبلغا أعلى لأنه البيع بالتقسيط، وزائد أنه إذا تأخر عن الدفع في فوائد ربوية تترتب في عملية التأخر، لكن لو لم يتأخر وسدد كل موعد بموعده ما بيصير عليه غرامات ربوية أخرى. لا 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 لا، يكون هناك فرق كبير بين ثمن السيارة وبين هذه الجهة الثالثة التي تدخلها. أنا قديما من 30 سنة لم أكن يعني أعرف جيدا السلف، وكنت أقترض، ودائما الطرف الثالث الذي يدخل دائما تكون فيه زيادة، وزيادة كل شهر يعني. مو أكيد يا أختي، البيع بالأجل، أكيد البيع بالأجل بده يكون سعره أعلى من البيع المباشر، يعني أنا لما بشتري منك حاجة الآن سعرها 10,000، إذا بدي أخذها بأقساط
ما بيصير انك يعني مش منطق انك تبيعيني اياها بنفس السعر 10,000، لازم يزيد. لكن الان بيصير الاجراء في الاحتياطات الاخرى. الخلاصه اللي انا فهمتها منك ونضحها بين يدي الشيخ انه هذه الشركه الوسيطه لا تعطي الشخص مالا، لا تقرضه مالا بيده، هي تدفع لمعرض السيارات ثمن السياره ثم تقسطها. طيب عفوا، السياره ملكيتها تبقى على مين خلال هذه الفتره؟ على ملك التي اشترتها، مش على ملك الطرف الثالث. طب الطرف الثالث كيف يضمن حقه؟ يعني بالاوراق التي نعطي يضمن ب ما تربح في كل شهر. ضروري ان تدفع باوراق انك عندك مدخول كل شهر، وهم يعملون حسابات على انك تقدر. حاضر. على كل هذا النظام موجود في كل الدول. فضيلة الشيخ، تحب تستوضح شيء او واضح المساله؟ بارك الله فيك. نعم. بس في سؤالها الاول حول المرضعه والحمل، اذا بنجاوب عليه حتى ما ننساه، بعدين بنروح لسؤال السياره. نعم، احنا قلنا من قبل اذا تتابع الحمل والارضاع، تتابع الحمل والارضاع، فكان سيدنا عبد الله بن عمر يفتي بان تخرج او يخرج ولي المراه زوجها مثلا او هي فديه عن كل يوم افطرته، لانها صعب عليها ان تقضي. يعني مثلا في هكذا اذا تتابع عليها الحمل والارضاع، صعب عليها ان تصوم في فتره الحمل وفي فتره الارضاع، ثم بعد الرضاعه سنتين تحمل ثانيه وهكذا. اما اذا كانت عندها فرصه لان تقضي فالقضاء اولى، قضاء الصيام اولى اذا كان عندها فرصه ان تقضي، واذا لم يكن عندها فرصه للقضاء تطعم. طيب، هل يجوز الاطعام مقدما؟ يعني امرأة تعرف نفسها ان هي ليست لا تستطيع الصيام وبالتالي لا تستطيع القضاء ايضا، لانها بعد الحمل بترضع وبعد الارضاع احتمال ياتيها حمل وهكذا مثلا، يعني ترغب في الحمل بعد الارضاع. فهل يجوز لها ان تقدم الاطعام؟ نعم، يجوز لها ان تقدم الاطعام ولو من اول الشهر إذا كانت تعرف أنها لن تصوم الشهر، وزي الشيخ الكبير، الرجل الكبير مثلا أو المريض مرضا مزمنا ويعرف أنه لن يصوم، يجوز له أن يقدم الفدية كاملة من أول الشهر عن 30 يوم مثلا أو هكذا. نعم. طيب أستاذنك تأخذ محمد من فرنسا بعدين نرجع لسؤالها الثاني. تفضل محمد. سمعكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. لا ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ جزاك الله عنا خير. نعم تفضل. نحن في فرنسا هنا بعض الفقهاء أو حفاظ القرآن لما نطلبهم للصلاة للتراويح يطلبون من يشترطون عنا ثمن، مثلا يقول لنا 3000 أورو عاد نصلي بكم، هل يجوز هذا يا أخي؟ واضح السؤال شيخي؟ هو تتكلم عن أجرة الإمام لصلاة التراويح؟ نعم، ولكن هم يشترطون عنا مثلا. نعم. حاضر. طيب هم يعني كمان بالمقابل يعني احيانا بيجيبوا امام خصيصا صوته جميل يتفرغ بوقته يترك عمله الاخر يكون ما عنده لا شغله ولا عمله الا انه يؤم الناس بالصلاه، الا يستحق ان ياخذ يعني اجره او مكافاه على هذا الامر؟ على كل نسمع الجواب من فضيله الشيخ. تفضل. ليس هذا هو السؤال يا اخي، ليس هكذا. ولا هو يستحق ياخذ اجره ولكن هو يشرط. مثلا انا امام وانا لما اتي المسجد اقول لهم ساصلي بكم لكن تعطوني 3000 اورو مثلا. ماشي، هل هو امام المسجد الراتب ويريد مكافاه اضافيه على التراويح؟ لا لا لا، ليس امام راتب، ليس. طيب. امام راتب يعني بين البائع والشاري يفتح الله، يعني واحد احنا طلبنا منه تعال بدنا اياك تئم فينا، قال والله انا بقدر أئم فيكم بس بحتاج تدفعوا لي المبلغ الفلاني لانه لاعتبارات معينه مع ارتفاع تكاليف الحياه مع مصاري، ما عندوش. بعدين الواحد بده يتفرغ للامامه، بده يكون ترك اشغال اخرى. فانتم اذا قبلتوا كان به، ما قبلتوش طب ايش يعمل؟ اذا الامام بده يعمل مجانا من وين ياكل؟ من وين يعيش؟ ليس مجانا. هناك الاخوان يقصدون انهم سيعطونه مثلا 2000 اورو لكن هو يطلب 3000.
ما هو الحياة ارتفعت التكاليف، يعني أنا مش إمام بس برضه من حقه أن يطلب أعلى، يعني زي أي مهنة أخرى. على كل مش أنا اللي بجاوب الجواب. ولو كانت عنده أجرة متقاعد، ولو كان متقاعد على كل إن الجواب للشيخ مش لإلي، بس أنا بناقش المبدأ. جزاك الله خير نخي، يعني السلام عليكم. نعم نسمع الجواب من شيخنا، تفضل شيخنا. إجابة هذا السؤال؟ نعم، بعدين حنروح لسؤال الأخت لأنه بدنا نطول فيه تبع السيارات شوي. أنا للأسف بعض الذين وهبهم الله حفظ القرآن وأكرمهم به وأكرمهم بصوت ندي، الحقيقة البعض من هؤلاء يستغلون هذا ليغالوا على الناس عندما يطلبون. أنا سمعت أن أحدهم كان يطلب في الليلة 1000 يورو، وبعضهم يطلب في الليلة 500 في الليلة الواحدة، وبعضهم ربما يطلب في الليلة أكثر من هذا، غير بقى أن ينزل في فندق 5 نجوم وأن وهكذا. يعني لا شك أن الذي يدعى لإقامة صلاة التراويح لابد أن يكرم، لأن الرجل يعني سيوقف نفسه طيلة الشهر 30 ليلة، ولو كان هناك صلاة قيام هو سيقوم بها أيضا، يوقف نفسه لهذا العمل. هل أخذ الأجر على هذا حرام؟ لا أبدا، ما أحد قال بهذا. هل أخذ الأجر على هذا مكروه؟ أبدا، وليس مكروه. تمام، كان ذلك مكروها كما تحدث الفقهاء يوم أن كانت الدولة تضمن للإمام ولكل من يقوم بهذا العمل تضمن له راتبا مجزيا له. نعم، لكن الآن ما فيش، يعني بل إن في بعض الدول إن أضعف الرواتب هي رواتب الأئمة، أنا أعرف هكذا، أضعف الرواتب في بعض الدول، وربما كان زمان يكون الرجل درس كما درس الإنسان المدني عددا من السنين وأتعب نفسه وربما أكثر، لأن عنده العلوم الشرعية وعدد دراسات السنين أكثر. وكان الذي يتخرج سأضرب مثالا بالأزهر، كان الذي يتخرج من الأزهر ليعمل إماما يأخذ راتبا أقل بكثير من أي إنسان معه شهادة أقل منه. كان هذا ربما كان مقصودا هذا فيما مضى، إلى الآن يعني تحسنت الأمور لا شك، لكن أنا أتكلم عن فيما مضى كان هكذا. لكن إحنا في الغرب مثلا ما فيش حد، فيش دولة تقوم على إعطاء الإمام، فلم يبقى إلا أهل المسجد. طيب هم يستقدموا هذا الرجل، يبقى لا يبخسوه نفسه ولا تبخسوا الناس أشياءه. يعني لا إحنا بنقول بالمغالاة، اللي بيقول بأخذ 500 أورو في الليلة ولا أخذ 1000 أورو في الليلة، ولا أيضا يجي آخر الشهر رح مديله 500 يورو ولا 600 يورو ولا 1000 يورو ويقول له تفضل. وكون الرجل تارك، خاصة لما يجي ويستقر في الجامع ولا في المدينة ويترك أولاده ويترك أهله ويترك بيته ويترك كل شيء، وحين ربما يأخذ إجازة من وظيفته ليقوم بهذا العمل. وبعدين إكرام أهل القرآن يا سيدي وأهل الإمامة إكرامهم واجب، لكن من غير أن يشترط الأصل الحقيقة ألا تحوجه لأن يشترط عليك بهذا السياق. أستأذنك شيخنا الكريم، بس مضطرين بدنا نطلع لفاصل هيك قصير، بعدين نرجع نتابع بإجابة هذا السؤال بالتفصيل وباقي الأسئلة. نتابع معكم مشاهدينا الكرام في كل مكان هذه الحلقة الخاصة بالرد على أسئلتكم الفقهية كما عودناكم في كل رمضان. إذا كنت تشاهد البث المباشر لهذه الحلقة فتسأل عبر الرسائل القصيرة بالواتساب أو بالاتصال الهاتفي، إذا كنت تشاهدنا ليلا أثناء الإعادة بإمكانك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج فتوى@الحوار.tv. معنا محمد من الرياض، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا أخي الكريم. الصوت مش واضح محمد مرة أخرى، ما هو السؤال؟ السلام عليكم. أنا ما بعرف مش سامع. السلام عليكم يا أخي الكريم. أنا سامعك كويس. ألو؟ الشباب ساعدونا بالرد على سؤال الأخ محمد لأنه الصوت مش واضح عندنا. معذرة منك محمد. شيخنا هل هنالك من إضافة في مسألة الإمام أم أن القصة واضحة؟ يعني أنت تدعو الأئمة إلى التعاون وعدم الاشتراط على الناس دفع المبالغ، وبعدين زي ما تفضلت حضرتك يعني غير لائق، وبنفس الوقت أنهم يعني يساعدوا الإمام ويعطوه حقه، وكمان أنتوا يا جماعة إيش رخصوها بالترك، ما تخلوا هالأئمة أصحاب الأصوات الجميلة يتجبروا بالناس، إذا شايف حاله وصوته كذا خليه، ما بدنا ندفع له هاي المبالغ الهائلة، أليس كذلك شيخنا؟ أود أن أكمل به حديثي فأقول إننا يعني يجب ألا نترك هؤلاء الناس حتى يعني يشترطوا، وفي نفس الوقت الذين يشترطون هذه المبالغ الكبرى نقول لهم جزاكم الله خير، هناك أناس أصواتهم قد تكون أندى من هؤلاء وأفضل من هؤلاء وأحسن من هؤلاء، وعندهم استعداد أن يأتوا للصلاة بأقل أقل 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 القليل، فإحنا نشجع هؤلاء والذين يريدوا أن يأتوا بأقل القليل ويحمدوا الله على ما رزقهم، ونترك هؤلاء الذين يشترطون المبالغ العلى هكذا، ويعني نتركهم لأنفسهم. هو عندما يترك سنة وسنتين ولا يجد أحد يسأل فيه لا شك سيتعلم كيف يتعامل مع بيوت الله سبحانه وتعالى. لكن أؤكد 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 أيضا لا نترك الإمام هكذا ولا نبخس حقه، نجيش آخر الشهر نقول والله الرجل نديله 1000 يورو 1500 نقول له تفضل الرجل ده يعني، ونعتبرها كأننا أعطيناه 100,000، لا نعطيه يعني مبلغ يقدر له أولا مجيئه ويعني جلوسه معنا طيلة الشهر، وأيضا إكرام أهل القرآن يا سيدي هو إكرام لله سبحانه وتعالى. أكرمك الله. طيب محمد من الرياض كان سؤاله أخذوه الزملاء، بيروي حديث عن ابن عمر عن مؤذن يتغنى بالأذان ويقول له إنني لأكرهك في الله لأنك تأخذ عليه أجرا أو شيء من هذا القبيل، هل مرت عليك قصة من هذا الباب؟ وهل أجري أخذ الأجر على الأذان وأخذ الأجر على تعليم القرآن وأخذ الأجر على الإمامة وأخذ الأجر على كل هذه الأفعال كان يعني لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا نقولها كذا بالأوضح، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ولا في زمن العهد الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تحولت هذه إلى انقطاع بمعنى صار الأمر لابد أن يأتي من ينقطع، لأن مثلا كان زمان المؤذن يؤذن وعنده محل يتجر فيه أو عنده بضاعة أو عنده من الدولة تعطيه، الدولة مثلا كان إذا كان فقير بيعطى من بيت مال المسلمين، وهكذا الإمام وهكذا الإمام كان كذلك، إما عنده محل أو عنده مهنة أو عنده هكذا تمام. لكن لما يعني اتسعت الرقعة الإسلامية وأصبح لا بد من وقف أناس وقف أناس على التعليم وعلى الأذان على الإمامة على تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ذهب الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على كل هذه المهن، على المؤذن وعلى الإمامة على تعليم القرآن وعلى تعليم الإسلام، كل ما يتعلق بالدين كدين أجاز أهل العلم بعد ذلك لما اتسعت رقعة الإسلام واحتاج الناس إلى من يتفرغ لمثل هذه، أجازوا أن يأخذ الأجرة على ذلك ولم يروا في ذلك بأسا أبدا. هذا السؤال. طيب نعود لسؤال أم سارة من فرنسا، شراء السيارة عن طريق وسيط يدفع إلى البائع
ويقسط السعر على المشتري بسعر أعلى؟ يعني هناك عدة طرق الحقيقة في أوروبا لشراء السيارة، وهذه موجودة في فرنسا، في ألمانيا، في لندن، إنجلترا، يعني في أي بلد موجودة هذه عدة طرق. في طرق محرمة ظاهرا لا تحتاج إلى كلام، وهي أن يذهب مريد شراء السيارة أن يذهب إلى البنك فيقول له أعطيني قرض، فالبنك يعطيه قرض في حسابه هو، في حساب الشخص هذا، ثم يذهب الشخص إلى بائع السيارات يشتري سيارة ويعطيه شيك بالمبلغ أو شيء من هذا القبيل، أو يحول له المبلغ مما دخل في حسابه. هذه لا شك ربا، لأنه أخذ مالا، أخذ مال بفائدة، فهذه الطريقة طريقة ربوية واضحة لا شك، لا لبث فيها، لا تجوز. هناك طريقة أخرى أو طرق أخرى، الإيجار المنتهي بالتمليك، أو أن تذهب إلى الجراج بتاع السيارة تقول له أنا أريد هذه السيارة مكتوب عليها 5000، تقول له أنا أريدها على 5 سنين، أسدد على 5 سنين أو 3 سنين، فيضرب على الكالكوليتر اللي عنده الآلة الحاسبة، يقول لك هذه ستدفع كل شهر مثلا 200 أورو أو 200 دولار أو أي عملة من عملة البلد، يعني ستدفع كل شهر 200 أو 300، تقول له خلاص أنا موافق. هو بقى يأخذ العقد هذا، يروح يتعامل به مع بنك كذا أو مع فاينانشال، شركة اقتصادية كذا، أنت ملكش دخل، أنت أو أنت بتتعامل مع الجراج مباشرة، الراجل بيديك المفتاح بتاع السيارة الجراج ويقول لك اتفضل، وتاخذ السيارة وتطلع من الجراج، والعقد يكتب باسمك أنت. هو بقى حصل المال من قوسين، حصل المال من البنك، حصل المال من أي مكان، مالكش دخل. نعم تمام. سؤال آخر يقول صاحبه: لدينا مشروع خيري ثقافي ونحتاج فيه إلى رعاة وداعمين حتى استمر، وجاءنا دعم ورعاية من بنك ربوي غير إسلامي، هل نقبلها أم نرفض؟ أنا لم أطلع على هذا المشروع ولا على الدعم كيف وشروطه، ولذلك لا أستطيع أن أفتي فيها شيء. لو الأخ يوضح أكثر أو الأخت السائل إيه هو الدعم، يعني أو إيه المشروع أيضا الأول في بادئ الأمر، ما هو المشروع وما هو الدعم، بس حتى نستطيع أن نجيب. بس هاي حسب الإجابة، يعني توضيح أنا ممكن أجيب. طب إذا كان في العرف اللي موجود، تعرف الآن كثير تصير مناسبات متلاغي مثلا مؤسسة خاصة في الدول، مؤسسة تهتم بالفلسطينيين ولا باللبنانيين ولا بالعراقيين، بدها تعملهم تجمع ولا بدها تعملهم لقاء عشان الناس يتعرفوا على بعض أو غيره، فهذا عليه تكاليف، بدك تحتاج أنت من يدفع أجرة القاعة، من يدفع أجرة المكان كذا، فبيجي بيحكي لك والله بنك سين إنه أنا بدفع أجرة القاعة، فأنت بتيجي بتحط الإعلان بتحكي برعاية هذا التجمع العائلي العربي الفلسطيني اللبناني إلى آخره، برعاية أو بدعم من بنك سين. أيوة، إذا كنت أنا سأعمل إعلانات لهذه المؤسسة وهذه المؤسسة تتعامل مثلا بالربا، بنك ربوي، لا يصح، لا يجوز. أما إذا كانت مثلا مؤسسة خيرية هي اللي بتدعم، خلينا نقول مثلا مؤسسة سين الخيرية ستدعم، لا. هذا في مقابل إن هي لما تيجي والناس يجتمعوا تأتي تجمع بعض الأموال لصالح أعمالها الخيرية، لا بأس بمثل هذا. نعم، إن شاء الله على خير، شكرا على هذا التوضيح. سؤال آخر: هل زوج ابنتي يعتبر محرما لي؟ هل يجوز لي له أن يرافقني إلى الحج والعمرة؟ طبعا، كيف زوج الابن لا يكون محرما؟ هي أم زوجه، أم زوجته، ومن المحرمات عليه، من المحرمات في الإسلام أم الزوجة، أم الزوجة، خاصة إذا دخل بها أم الزوجة. تمام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قال حرمت عليكم أمهاتكم، وأمهات نسائكم
وأمهات نسائكم من المحرمات وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الله هنا قال في الآية في آية المحرمات من سورة النساء قال وأمهات نسائكم، فأم الزوجة محرمة تحريما أبديا، محرمة تحريما أبديا، حتى لو طلق ابنتها بعدما دخل بالبنت، لو طلق البنت فتصير الأم حتى محرمة على زوج البنت مدى الحياة. السؤال آخر، هل يجوز شراء سنوات التقاعد في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي؟ يعني شراء سنوات التقاعد يعني أنا سأتقاعد بعد 10 سنين، أشتري 10 سنين هذه مثلا، هذا المعني ولا إيش؟ يعني أنا مثلا في ناس ممكن يكون في ظروف معينة إنه بيسافر بيروح بيجي بينقطع عن دفع اشتراكات التقاعد، فبيجي بيحكوا له إذا أنت بدك تستحق رواتب التقاعد بتشتري بتدفع الرسوم كاملة للأربع سنوات أو الخمس سنوات الباقية عليك حتى أنت تصير مستحق للراتب التقاعدي اللي أنت انقطعت عنه فترة. ما فيها شيء ما دام هذا النظام معمول به لا يظلم أحدا ولا يأخذ حق أحد. نعم. في صلاة الجماعة في المسجد أو البيت إذا أخطأ الإمام في الآية، هل يجوز للمرأة أن تصحح الإمام في حال عدم تقدم أحد من الرجال لذلك؟ لا يجوز، إلا إذا كانت الـ 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 الآية التي أخطأ أو اللحن الذي أخطأ فيه الإمام هو لحن يغير المعنى إلى معنى سيء. يعني طب إذا كان هذا في المسجد، طب إذا كان بالبيت متصلي وزوجها في البيت وزوجها الذي يصلي وهي مثلا تمسك المصحف من خلفي لا بأس بذلك. إن شاء الله على خير. أنا أشكرك جدا على هذه التوضيحات، جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، على أمل أن نلقاكم غدا بنفس الموعد. هذه أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.